جزاكم الله خيرا. المستمع مختار أحمد مصطفى يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن عند القبور؟ وهل يصل القرآن إلى المتوفى؟ قراءة القرآن عند القبور بدعة محرمة، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك القراءة عند القبور، وكان السلف يستنكرونها لأنها ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون من المسلمين ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته القراءة عند القبور. ولو كان هذا مشروعا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.